العلمانية فكرة ضد الدين، بيستغلوا جانب المرأة. الليلة تلقى البيت جايبين لك مثلا لساتك دعاية بتاعت لسك، يقول لك شركة دعاية للساتك، لسك واقفة جنبه بيت. هسه البيت على غدر لسك، لسك بتاع بابور ها ولا بتاع أي حاجة واقفة جنبه بيت. ليه يعني؟ بتاعين الدكاترة واحد مروج هيقضي عباد ولا بيع زبادي كابو كويس، يركب لنا واحدة في الهايس قدام تلقاه راكبة ده الكلام اكياد شغالة في 4 ساعات بترسم ترسم كويس، عشان تجي داخلة انت بتاع الدكان المسكين تقول لك داير كابو. انت كم ما داير كابو بتتكبى في كابو ده، انت كلامي ما تستغلال يا اخي للمرأة. هل هذه هي حرية المرأة؟ دي حريتها يا اخي، بيعوا بيت زبادي. انت كمرة عندي قيمة يبيعوا بيت زبادي بس، وبعد ده كله يدوا عليك 700 جنيه اخر الشهر بحق المكياج عشان مش تشتري مكياج وتتدين عليها مليون و200 عشان تشتري المكياج بتاع الشهر الجديد تمشي تبيع دقوة. دي حرية المرأة يا اخي. قيمة المرأة في الاسلام، قيمة المرأة بحجاب سيدة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. دي انت جاي للسيدة عائشة لبست الحجاب ده عشان يشك في نفسها ولا شنو؟ زي البنات اصل واحد يقول لك يا اخي انا والله بيت فلان انا مالي شك في نفسي ولا انا مربى كعب كان البس زي ده. لا ما شك. سيدة عائشة دي ابوها افضل زول بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ابوها ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وهي منو؟ وزوجها منو؟ زوجها النبي عليه الصلاة والسلام. ويتزوجها عمره 6 سنوات بس، يعني عشان ما تقول لي اصله مجال لريبه ولا مجال لاي كلام فارغ في السيدة عائشة. ما مع ده كله لما جاء في قصة الإفك صفوان السلمي ابن المعطل الذكواني قالت فلما رآني استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت وكان يعرفني قبل نزول الحجاب، قبل ما ينزل الحجاب يعرفه استرجع. قالت فخمرت وجهي عنه بجلباب رضي الله عنه، ساق البعير بتاعه وماشي قدامه لحد ما وصل للنبي عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة لابسة لبس زي ده، لأنه المرأة فتنة بتضيع. لكن الليلة باسم حرية المرأة، ودي يغشوها شباب صعاليك حريتك ولابد تتحرري. أنا داري أعرف يا ناس البيت بتتحرر من منو؟ كل غيادة منو؟ تتحرر من قيود الله؟ الله الخلقه يا علمانيين الخلقه المرأة منو؟ خلقه الله ولا انتو؟ ما انا داري اعرف لينين خلقه ولا ماركس ولا نقود بتاع السودان ولا فطوم احمد ابراهيم ارجى المرأة وراجل في الحزب الشيوعي. خلقوا المرأة هم؟ خلقه الله. الله الخلقه ده ادى لبس قال لها البس كده، ده الخلقه. انتوا يا علمانيين لما تخلقوا لكم مرة امسوا سووا لكم واحد، ركبوا بيجاي جيبوا زبيرات من اليابان وتعرف ركبوها في جياد اتصرف. لما تسووا مرة انتوا بعد ذلك تعالوا لبسوها ان شاء الله، تلبسوها خيتين بس واحد بيجاي واحد بيجاي وتمروا ما الا انا معكم شعر. لكن المرة الخلقه الله، الله نزل لها كتالوج ان صحت العباره حجاب بتاع المرة نزله من السماء قال يدنين عليهن من جلابيبهن. يدنين يعني شنو؟ يدني على يعني من فوق لتحت، يدنينا عليهن من جلابيبهن من فوق لتحت كويس. ذلك ادنى ان يعرفن فلا يزين. المرأة لو خطت جلبابه فوق في راسها ودلته اول شيء بينزل على وشها بيغطيها كلها. ده ربنا الخلقة قال تلبس كده. يجيك علمان يقول لك يا اخي حريه، يا اخي حريه، والمرأة تلبس زي ما هي دايره ما حريه. انت عبد الله ما حر، لو ما عبد الله ينفكيه ساعد قلت انا شيوعي كفرت بها الله. هوي دين انا ما داير باي باي، دين تاني ما في بعدين انت بطريقتك، لكن بتلقى حسابك بعدين. اما مسلم بيعبد الله ورسوله هو محمد عليه الصلاه والسلام قال لك تغطي المراه تلبس الحجاب، ما في حاجه اسمها حريه، ما في حاجه اسمها حريه ضد الدين انت. لكن دي الان النغمه البدندن حولها العلمانيون حريات ها وديمقراطيه
ولقى احنا دارين البلد البلد للجميع كذابين. حتى لو سلمنا معاكم جدلا ما دارين شريعه اسلاميه، سلمنا جدلا البلد للجميع والحريه برضو كذابين. ما في بلد واحده في العالم، حتى الدول الان اللي بتنادي بالعلمانيه، الدول اللي بتنادي بالعلمانيه ذات، ما في بلد فيها حريه مطلقه. الان انت ممكن تمشي تترشح، ها مثلا زول في امريكا، هل اي زول بيترشح للرئاسه؟ اي زول يجي يترشح مسلم ممكن يترشح للرئاسه بتاعت امريكا؟ والله ان جاء العينه ما في حريه. حريه وين؟ في فرنسا مش قالوا حريه؟ في فرنسا منعوا الحجاب قريب ده. انت لو قلت حريه طبق مبدا الحريه بتاعك، انت ذاتك بتناقض فيه. يجي طوال يعترض على الحجاب يقول لك دي ما لها لابسه حاجه في وشها، وده الشغل اللي عامله دي. طب انت قلت حريه؟ دي الوجه ده حقك انت ولا حقها هي؟ الوجه ده مش حقها هي؟ خطت فوق ليه وقال ان شاء الله تخط فوق ليه وفور مايكا، انت مالك مانا؟ مش حريه؟ خليها. يجي يقول لك انت تجينا دي ما لها عامله كده، اديك دي مركبه عندي انا ولا عندك انت؟ لا في وشك انا ركبتها، مش حريه. انا داير شعر يقوم هنا يا اخوانا، حريه دايرين دي شعر يقوم كثير طويل ده هنا اجي مع الشباب كلهم. مش حريه؟ تمالك معي. لكن هو بيقول لك الحريه بعد شويه، الحريه لما تجيب حاجه ضد مفهومه هو لا ما داير. لكن بصراحه اقول لكم الحريه بتاعته هي شنو؟ هي حريه الوصول للمراه. داير تبقى المرأة متاحة بتيم ما هو عاوزة يقدر يحصل لها. دي الحرية المقصودة عند العلمانية، مش حرية الأفكار والمفاهيم. وإن كانت دي ذاتها في الإسلام ما في، ما في في الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن عباد لله، نحن ما أحرار، عبيد لله سبحانه وتعالى. نسمع كلام الله، نعمل الحاجة اللي قال لنا الله. ده ها ده المبدأ الصحيح عندنا بتاع الحرية. حر عبد لله، يعني حرية تحت مظلة الشريعة الإسلامية. دي الحرية اللي احنا مقصودها. على أي حال شكل الزمن بتاعنا خلص، احنا تعالوا الزمن لحد الساعة 4. لو في أسئلة ما في مانع نجاوب على السؤال، لو مكتوب لو مباشر كل ما في معنى. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.